نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوه الايمان اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اذا انا لله وانا اليه راجعون فيما اصاب هذه البلاد من ذهاب. ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هؤلاء الذين ماتوا في سبيل الله وفي سبيل الوطن، ونحتسب على الله ان يجعله من الشهداء. اذا اخوة الايمان، هذا الارهاب هو ارهاب عالمي ولكنه ليس من الاسلام. الاسلام بريء مما ينفق اليه. هل نشوف القران كامل؟ قران كامل من قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الى اخر سوره النساء. فامشي قداش من كلمه ارهاب موجوده كل مره ارهاب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. اعدوا لهم اللي يعرف العربيه لهم من هم هؤلاء الذين اعدوا لهم القوه والسلاح. من هم هؤلاء الذين يقتلون المسلمين؟ اعداء الاسلام اللي يجيك مستعمر يستعمر الارض قوم بالسلاح وبكل شيء. لكن ان يقتل مسلم مسلما فهذا ليس من الاسلام. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اللي قاتلونا هؤلاء هم اللي قاتلونا، ليس ان يقتل مسلم مسلما. وهذا نشوف سيدنا صلى الله عليه وسلم شكون في خطبة حجة الوداع المشهورة نظر للمسلمين وقال لهم: في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام يوم عرفة، وفي شهر حرام للحج، وفي بلد حرام مكة. قال: شوفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا هو المرجع الثاني. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. أزيدش في التوجيه هذا الإسلام. إذا هل يجوز أن يقتل أحدنا أي إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وهذا إذا إخوة الإيمان حابين نتعرض إلى الشيء هذا لننهي هذا الموضوع نهائيا. قداش مرة تحدثنا هذا الموضوع، لكن ليعلم كل الناس، ليعلم كل المسلمين أنه لا يجوز قتل نفس بغير
دينية وهش في العلم بتاعه وهش مشاكل عقلية ويدخل الدار يطبوه وهو متعقيد ويدخل يوم ما يطلعش ياكل يدخل كلام هي كي واحد يهزه ها ويهز من الشارع سجينه ويدور بمخه ويلطف له مخه وينعم ويرمي له في جيبه مليون ولا اثنين ولا اثنين يفعل كل شيء. اذا اول شيء قضاء على الفقر، القضاء على الجهل، توجيه ابنائنا، مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الراعي والرعيه، مسؤوليه المعلم والاب والام الى اخره. هنا اذا الفقر، الخصاصه، ضعف المناهج التعليميه والمشاكل العقليه وغيرها وغيرها من الاسباب التي لا يسمح الامر بذكرها. اشياء الحلول، ما هي الحلول؟ تعرف ان الحكومات الى اخره تقدم الحلول، نعم ما قدمته الحكومات هي فيه نسبه كبيره من الحل والعلاج. العلاج هي بتعرف كيف الانسان مريض مرض بيعوق من الاعضاء ينسوا يوفر له الدواء. اي واذا كان ما تم الدواء ما فادش الشهر الاول والشهر الثاني ايش ينزل؟ قطع العضو. لا لا هات شوف ايش هي النسبه من العلاج. اول حاجه ان يتم استدعاء مؤتمر يستدعى فيه شهود الاكاديميين، ناس اللي عندهم درجات من العلم والوعي، والمثقفين والكتاب المرموقين والسياسيين العقلاء في مختلف الاختصاصات المعرفيه، في علم الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا وعلم النفس، والمتخصصين في الارهاب والمتخصصين في الجرائم السياسيه، نعم، والمتخصصين في الدين والمتخصصين في دين الله اللي يعرفوا ايش ربي ايش قال والقران، ولا نغيبهم هؤلاء، والمتخصصين في التربيه والمتخصصين في العلاقات الزوجيه والمتخصصين في الطلاق والمتخصصين في كل شيء، نعم، رجل العلم الشيخ والعالم اللي عندهم باب عندهم كتابات العلماء وعندنا ما شاء الله في نسبتنا وبالحاطين كتاب الله والمعتدلين، هؤلاء يا رب استدعاهم مش نغيبوهم ونحكيهم بصدق بصدق في هالواقع هذا اذا اردنا العلاج حقيقة. ايضا من الاسباب من الحلول العناية اكثر بالامن والامنيين، برجال امن، جراية جراية يخدم ساعة ساعة، رجل عندي يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، ساعة ساعة يخدم 48 ساعة على نعم، كيف يريد أن يكون المردود بتاعه؟ والجراية بتاعه ساعة ساعة جراية ضعيفة وهو معي معاه، الاهتمام بجراية رجل الأمن، بالتوقيت بتاع العمل بتاعه أيضا، والاهتمام بالتجهيزات، التجهيزات بتاع رجال الأمن، وهذه أولويات، هذه من الأولويات. كذلك أخوة الإيمان إذا كان يحب حلول معالجة المشاكل الاجتماعية، معالجة المشاكل الاجتماعية والعناية خاصة بالفقراء والمناطق المحرومة، نصفر حوار العيون، ثم ناس تعيش الفقر المدفع، ثم ناس كما قلنا يبيع نفسه ربما في بعض من الإيمان نتلاقي إيمان، نوفر لهم الشغل، نوفر لهم الشغل، نخرجهم من هذه البطالة، لأن البطالة تقتل. اللي جرب ربما من الشباب ها اللي متحصل على الإجازة ومتحصل على الاستاذين إلى آخره ويبقى وعمره صار 25 و30 و32 إلى آخره واختفى، نعم، يفكر أحيانا تفكيرا خارج عن المعقول، ولنتلهوا بهذا الانفتاح وتشجيع المشاريع الصغرى، شاشه اعطيه مشروع لخمسه ليل يحل حمور يحل كذا، يعمل مشروع صغير ياخذ كميونة ياخذ كذا الى اخره، يخدم يدور سيره يخدم وينتج، نعم، ويرجع لبيته وهو شبعان وهو فرحان. اذا وتشجيع المشاريع الصغرى والاستثمار خاصه بالاراضي الفلاحيه. والله خيرنا تونس غنية، تونس غنية بما وهبها الله من أراضي خصبة،
كذا كيف خلى الدولة هذا الدولة لكن اسمه يزيد يشفع بقروب بدفن يشفع نعطيه بناء ما يخلص كذا ما يخلص كذا دولة يشجع الشباب هذا وستصبح تونس حقيقة كما يقال تونس الخضراء تونس خضراء ألف مرة ونكون حققنا العديد من الأشياء حمينا الشباب من الإرهاب نعم وساهمنا في الإنتاج ووفرة الإنتاج والاكتفاء الذاتي الغذائي تونس غنية تونس أراضيها خصبة هات عقيدة شكون يخدم ويزينا من هالناس اللي قاعدة في القهوة تلاقى في القهوة في الصباح إلى الليل لا يا سيدي قوم بدري قوم امشي تخش في القهوة لا مشيت مع روحك لا مشيت مع روحك عندكش أرض في جنة الله مع الله تحكيم عندكش أرض في مين أنت في المنطقة الفلانية إلا عندكش أرض قال عندك شكون يخدم فيها لا سيبة امشي الأرض تخدمها أو هاي فلوس هاي تشجع تفضل اخدم وانتج هكذا إذا الإرهاب ما هو الشكر فقط ثم معالجة الأفكار كما قلنا لأن نوكل الأمور إلى أصحابها اللي نبقى عنده فكر تكفيري والرق فكر تكفيري وفكر يدعى إلى الإرهاب الوقت عن تحبه مش معناتها كذا أو كذا وكذلك من الأسباب التي ذكرها ابن خلدون أن العدل أساس أمرانا إذا الثقافة الدينية السليمة في المساجد في المرابج ولو كانت تحت المراقبة وتكثيف ذلك انكثف منه هذا والحديث عن العلاج مع الشباب نتحدث عن العلاج نعطر الشباب ثقافة دينية سليمة وبذلك نقضي على الفساد وعلى الإرهاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقل لنفسي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله على فضله وجوده وكرمه وإحسانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوة الإيمان إضافة إلى بيان معنى الإرهاب وأسبابه وطرق علاجه وما زالت طرق كثيرة يجب أن نتوجه كشعب مسلم إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يحفظ بلادنا ويحفظ أبنائنا ويحفظ شبابنا ونتحنى بالصبر ولنبلونكم رنة ابتلاء حياتنا هذه كلها ابتلاء اختبار وقول العزيز الجبار ولنبلونكم تأكيد مرتين اللام والنون المشدد تأكيد يمس حياتنا ابتلاء حياتنا ابتلاء باش يشوفنا كيف نقابل هذا المنع ولنبلونكم بشيء من الخوف قال خوف وما يزدناش الخوف بطريقة تجعلنا مكبرين لا بالعكس نبرهن للعالم كله أننا لا نخاف ولا نخشى الإرهاب ونقاومه بهذه الوسائل الكلها الحمد لله والإجابة على لسان كثير من المصلحين نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس موت شهداء في الجيش الأنف الكثير يلعب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يلعب أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة إيش هي صلاة ربي علينا؟ إيش هي صلاة ربي على الصابرين؟ ده معنى أن ربي يصلي عليهم إيش معنى؟ هي رحمة من الله وهداية أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم ادخلنا في زمرة عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم ارحم الشهداء من أمة محمد
صلى الله عليه وسلم تلحق شهدائنا هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تبدا بالتراويح، اللهم صل على سيدنا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. اللهم من اراد بهذه البلاد عزا فاعزه، ومن اراد بهذه البلاد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل كيده تدميره يا رب العالمين. اللهم اقتنا حيثما الاقدار دارت يا رب العالمين، ويسر لنا الخير اذا النفس حارت يا رب العالمين، واعلن بالايمان دربنا اينما الاقدار دارت يا رب العالمين، واشدد حزرنا واشدد حزرنا واشدد حزرنا. اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين، واشفعهم عده وعددا لنصره هذا الدين. اللهم